الحمد لله، الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تقدست أسماؤه وجلت صفاته، لا إله إلا هو الحكيم الخبير. أحيا القلوب بالقرآن والمواعظ والحكمة والعمل الصالح المشكور، ووكل المعرض عن الحق إلى نفسه فهو في خسران وغفلة وغرور. أحمد ربي على نعمه كلها، وأشكره على فضله الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه القدوة لكل مؤمنٍ بدينه بصير. أما بعد، فاتقوا الله بفعل كل عملٍ يرضاه، والبعد عن كل عملٍ يُبغِضُه ويأباه. فتقوى الله سعادة الدنيا، والفوز بجنة الخلد في الأخرى. فتقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الأخرى، فطوبى لمن تمسك بها، وويل لمن جانبها فلم يعمل بها. عباد الله، أصلحوا قلوبكم بما يصلح القلوب، وراقبوا الواردات المفسدات لها، فالقلب ملك الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن أعظم أمراض القلوب الغفلة، فالغفلة المستحكمة هي التي شقي بها الكفار والمنافقون، وهي التي أوجبت لهم الخلود في النار. قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وأما غفلة المسلم فتكون عن بعض أعمال الخير، وعن الأخذ بأسباب المنافع والنجاة من الشرور، فيفوته من ثواب الخير بقدر ما أصابه من الغفلة، ويعاقب بالمكروهات والشر بقدر غفلته بترك أسباب النجاة. قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال عز وجل: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإن دخلوا الجنة. وقال الله تبارك وتعالى في عقوبة الغفلة عن الأخذ بأسباب النجاة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالغفلة عدم إرادة الخير قصدا، وعدم محبته مع خلو القلب من نور الإيمان الذي يورث العلم النافع والعمل الصالح. وهذه هي الغفلة التامة المهلكة، وهي غفلة الكفار والمنافقين، التي لا يفلح المرء معها إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. ولا يتبع الإنسان إذا استولت عليه الغفلة إلا الظن وما تهواه نفسه، ويزينه له شيطانه، ويحبه هواه من الشهوات،
وهذه الغفلة هي التي عاقب الله بها الكفار والمنافقين في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ألا وإن هلاك الطغاة والجبابرة والظلمة من الآيات التي يعمى عنها أخلافهم ومن تبعهم. قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال الله عز وجل عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وما أشد حسرة الغافل يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة. فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ويقول: يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وقرأ هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وفي بعض روايات الحديث: فلولا أن الله كتب الحياة لأهل الجنة لماتوا فرحا ولولا أن الله كتب الحياة لأهل النار لماتوا حزنا وحسرة. ومعنى قوله تبارك وتعالى: وهم في غفلة، أي في الدنيا، ففي الآخرة يكشف الغطاء فلا عماء. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والغفلة من المسلم شر عليه كبير وضرر خطير تورده المهالك وتسد عليه من الخير مسالك. وللغفلة مضار كثيرة وشرور مستطيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فبالغفلة عن الإيمان وكمال التوحيد الواجب والمستحب يقع المسلم في نقض التوحيد ونقصه كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثر